القلب. وعشان كده ده جزء من السفر الكوتيس بيسي اسمه سيريبيلو ميتالاري سيسترن. عن طريق سي سيف بيطلع في السفر الكوتيس بيس عشان بعد كده زي ما انتم عارفين ابزورب عن طريق الاركنويد في اللاي اند اركنويد جرانيوليشن. ده يا جماعه بالنسبه للروف والفلور والبوردرز والانجلز بتاعتهم. فاضل لنا بقى حاجه اسمها ريسيسز اوف ذا فورس فينتكل. الفورس فينتكل اللي هنيتيان ريسيس اند تو لاترال ريسيس. دي يا جماعه النيتيان ريسيس عباره عن ايه؟ الروف بتاعنا كان ماشي باكورد ولا فورورد؟ باكورد في اتجاه مين؟ السربيل. والجزئين بتوع الروف اللي هو الابر بارت اوف ذا روف واللور بارت اوف ذا روف شايفين اتقابلوا فين؟ عند الزاويه دي اللي في الميدل لاين واطلق عليها ميديان ريسس. الابر وول بتاع الريسس معمول منين؟ بالسوبيرو ميدل ليفل. طب واللور بارت بتاع الريسس الوول بتاعها معمول منين؟ The nodule of the cerebellum. في عندي بقى تو لاترال ريسيسز. ايه التو لاترال ريسيسز دول؟ التو لاترال ريسيسز دول عباره عن الروف بتاعنا. الروف بتاعنا عند التو لاترال انجلز. الروف بتاعنا عند التو لاترال انجلز راح ماشي لاترالي اند فورورد. فراح عامل لك تيوبيولار كابوش اسمهم ايه؟ تو لاترال ريسيسز. فعند التو لاترال انجلز الروف امتد لاترالي اند فورورد وعمل لي تو لاترال كابوش اسمهم تو لاترال ريسيسز. عايزين تشوفوه بعينيكم. بص المنظر الفظيع الجميل ده هو. ده أجمل منظر فيه وراح أترك ثلاث مناظر ليه بس ده أجمل منظر فيه يا جماعة. شايفين؟ تو تيوبولار ريسيسز أو باوتشز مشوا لاترالي أند فورورد عشان نفتح فين؟ عشان الكابيتال فورس فينتريكل يفتح في هذا الباوتش. الباوتش ده اللي هو ما بين مين ومين؟ ده صبع الأرنب سبيس طبعا. يفتح صبع الكون سبيس اللي ما بين البونز والمضلة. عشان كده الباوتش ده اسمه بونتو ميدالاري سيسترنا. فدول التو لاترال ريسيسز. وطبعا احنا فاتحين هنا فاتحين بتو ابريتشرز. التو لاترال ابريتشرز المشهورين اللي هم اسمهم فورامين اوف لوشكا. ماشي. ده يا جماعه بالنسبه للريسيسز الميديان والتو لاترال ريسيسز. ايه بقى الكوميونيكيشن والكونكشن بتاع الفورس فينتريكل؟ الفورس فينتريكل يا جماعه بتاعنا متصل عند الاربعه انجلز بتوع بمين؟ عند الابر انجل. عند الابر انجل انا متصل بال الميدبرين. مين اللي ماشي الكنال اللي ماشيه بتاعتك في الميدبرين؟ السيريبرال اكويدكت اوف سيليس. بيبقى الفورس فينتك متصل بالسيريبرال اكويدكت اوف سيليس اللي هيوصلك فوق بمين؟ اللي هيوصلني فوق بال سيرد فينتريكل. يبقى الفورس فينتكل سيريبرال اكويدكت اوف سيليس على السيرد. ده من ابر انجل فوق. طب وعند اللور انجل هنطلع فين؟ هننزل تحت فين؟ هننزل تحت على السنترال كانال اوف ذا كلوزد مضلة اللي هتوصلك لمين؟ بالسنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. طب ال تو لاترال ابريتشر والميديان ابريتشر اللي احنا خدناها بتوصلك لمين؟ بتوصل الكابيتي اوف ذا فورس فينتكل السب اركنويد سبيس.
بمين بالسبأرقنوي سبيس؟ والله يا حسن اتفقنا التو لاترال ابريتشر بيوصلوك بال بونتو ميدالر سيستم، بينما الميديان ابريتشر اللي هي فورامك ماجنتي بتوصلك بال سيريبيلو ميدالر سيستم، عشان طبعا السي اس اف ينتقل الى السبأرقنوي سبيس عشان بعد كده زي ما انتم عارفين يبقى يمتص عن طريق الاراتنويد في اللايف اند جرانوليشن انتو ذا ديورال فينس سينسز.